بزاف ديال الناس اللي متبعين هاد القناة طبخنا لهم راسهم بكل ما يتعلق بالعمل الحر، وخا هما ما مهتمينش بهذا المجال هذا على الإطلاق، لأنهم دي سالاريي وباغيين يأوغمونتيو من الصالير ديالهم بشكل أو آخر. بحكم التجربة ديالي خدمت مع شركات كبار دي ملتي ناسيونال، قلت مع راسي علاش ما نفيدوش هاد الناس هادو باش يأوغمونتيو الصالير ديالهم. واللي في هاد الفيديو غادي نحاول نهضروا على كيفاش تعيش مرتاح وانت خدام عند راسك بعيدا عن العمل الحر. غادي نحاولوا نحلوا الكتاب ديال ريتشارد تيمبلر اللي تيقول لنا ان الا بغيتي توصل لاي حاجه لازم تلتزم بواحد القوانين للنجاح فيها. اول حاجه الكاتب كيقول لنا هي نو ذا سيستم، عرف السيستم ديال الخدمه. من الاولويات ديالك ملي تعطالك شي خدمه ولا تبدا شي خدمه خاصك تعرف السيستم ديال كيفاش تيخدموا، خاصك تعرف الناس اللي خدامين تما، شكون هو الباترون، شكون هما اللي تحت من الباترون، شكون هو الجيت كيبر هذاك اللي قابض الباب ما كيخليكش تدخل عند الباترون، باش ماشي شي نوبه تكون جالس مع شي حد فيهم وانت ما عارفش حتى شكون هو. داك المكان اللي خدام فيه انت لازم تدرسو مزيان باش تقدر تفيد الشركه. البرانسيب الثاني اللي كيهضر لينا عليه الكاتب هو ووك يور توك. هذه واحد الاكسبريسيون انجليزيه كتعني الا غدير شي حاجه قد بها ماشي غير بلا بلا، وفي هذا النساق هي دير الخدمه ديالك كما يجب وبدون نقصان وما تغش. وكما كتعرفوا الخوت كاين بزاف ديال الناس كيغشوا في الخدمه ديالهم، والناس كيبغيوها غير سهله، ومنين كتكون كتخدم بنيتك ومعقول الناس كيشوفوا انك فيك هاد الميزه هادي الزوينه، وكتبدا شويه بشويه كتبان الباترون والناس المسؤولين. انا فاش كنت خدام سالاري الخوت كان الهدف ديالي الوحيد هو نبقى دائما نتقى باش نوغمونتي من لا سيتوياسيون فينانسيير ديالي وحتى سوسيال بطبيعه الحال، وكنزيد واحد القيمه مضافه كبيره للخدمه. فاش كيقولوا لي دير واحد الحاجه كندير جوج وثلاثه هكذاك، تيقول لك خصنا هاد السيد هذا نزيدو نطلعوه باش يكوننا واحد التيم تحت منه اللي غادي يولي كيفكر بحال هكا الشركات الكبار كتخمم الخوت. وهكذا غادي تقدر تصاحب مع مولشي ولا مع الناس اللي كيديروا لي ديسيزيون في الشركه كيكونوا من الناس الكبار. برينسيپ الثالث اللي هو انجوي يور ورك، استمتع بالخدمه ديالك واستمتع بالبروسيس الخدمه ديالك. هذه من المشاكل الكثيره اللي كيخليو الناس يكرهوا الخدمه ديالهم، هو انهم كيمشيو للخدمه غير هكاك ما كيحملوهاش، وهذا الشيء اللي كيجعلهم ما يكبروش وسط الشركه، كيبقاو في بلاصهم وعمرهم كاملين كيبقاو خدامين بنفس الصالير، يديروا نفس ليطاش اللي ما تيحملوهمش، وهذا الشيء كيخلق واحد الكآبه في وسط العمل ديالهم والحياه ديالهم اون جينيرال. هذا مشكل حقيقي اللي بزاف ديال الناس عايشين. اي واحد باغي يزيد في الخدمه ديالو وباغي يطلع لا بدا يتعلم ويكبر داخل العمل ديالو، وهذا الشيء ما يمكنش الا اذا كنتي كتستمتع بقضاء وقتك في العمل ديالك. البرينسيپ الرابع هو never let anyone know how hard you work. حاول دائما انك تخلي اي حاجه صعيبه تبان سهله. خاصك تكون قاد بالعمل اللي كدير وتحسس صحابك والمدير ديالك ان كل شيء تحت السيطره، هذا الشيء اللي كيجعلهم يديروا فيك الثقه. انا براسي الخوت نقول لكم تسلقت مراتب كبيره في واحد الوقت وجيز غير بسبب انني كنقول الهضره وكنقد بها وكندير احسن منها. اخي بحاجه هي تقول لهم غادي ندخل لكم 2 مليون وصدق مدخل لهم غير مليون. فهذا واحد البرينسيپ في الخدمه الخوت مهم بزاف، اند بروميس اند اوفر ديليفر. وعدهم باقل حاجه اللي تقدر، البيرفورمانس ديالك تكون اكثر بكثير من داك الشيء اللي وعدتيهم. وحاجه واحده اخرى، الى مثلا المدير ديالك قال لك بغيت رابور في الوقت فلان فلاني ما تعطيهلوش معطل، بالعكس انت عطيهلوه قبل من داك الوقت هذا وبين ليه بلي راك انت مجتهد وكتخدم مزيان، هذا الشيء اللي كيجعلو يولد فيك الثقه. البرينسيپ الخامس هي ليف يور هوم لايف ات هوم، خلي الحياه ديالك الشخصيه العائليه المنزليه في الدار ما تجيبهاش للخدمه. فاهم حاجه خاصك دير هي تخرج من الخدمه نسى الخدمه واستمتع بالوقت ديالك مع العائله ديالك مع الدراري ديالك مع مراتك ولا راجلك، وملي ترجع للخدمه عاوتاني نسى الدار تكونسونطرا مع الخدمه. وحاول تكون عندك واحد الحاجه اللي كيسميوها ورك لايف بالانس، خلق التوازن ما بين الخدمه وما بين الحياه الشخصيه. البرينسيپ السادس هي know that you're being judged all the time، عرف بانك راك دائما تحت المجهر، راه ما كاينش شي حد اللي خدام وبنادم ما ردش معاه البال وحاضينه في خدمته، يعني في الخدمه عرف مزيان شنو كدير وكيفاش كتهضر وكيفاش كتلبس الى غير ذلك، خليك ديما بروفيسيونيل. البرينسيپ السابع هي have a plan، سيكون عندك واحد البرنامج ولا واحد الهدف، كما قلنا الفوق خاص يكون عندك واحد الهدف وراء الخدمه ديالك، ماشي خدام غير هكاك، لانك ما عمرك ما غادي تتطور وما عمرك دير خدمتك مزيان الا كنتي كتجي ليها غير هكاك صافي غير مسلك مع راسك. ثق في راسك وفي القدرات ديالك ودير اهداف ديالك في المدى القريب والمدى البعيد، استغل المناسبات فين تمثل الناس اللي خدام معاهم احسن تمثيل وما تحشمش بهم. برينسيپ الثامن ميك ليرنينغ ا لايف
lifetime mission، يعني دائما تعلم مدى الحياة، عمرك ما تقول بلي راني كنعرف كل شيء. الفرق ما بين الأغنياء والفقراء هي أن الأغنياء القراية والتعلم بالنسبة لهم أمور أساسية وبها كيطوروا خدمتهم، في حين أن الفقراء كيأمنوا بالحظ. فلهذا الخوت خليوا حياتكم كاملة تعلم، وراه ما غاديش تندموا على هذا الشيء، هذا لا من ناحية الأخلاقية ولا المهنية. البرانسيب التاسع هو If you can't say anything nice, shut up. إلا ما قادرش تقول واحد حاجة زوينة شد فمك. ما عمرك تحاول تخسر الناس وتخلق أعداء في الخدمة ديالك. كيقولك واحد المثال بالإنجليزية Don't burn bridges، اللي هو بالعربية ما تحرقش القناطر. هذه الترجمة الحرفية ديالو، واخا ما كتعني حتى شي حاجة بالعربية، ولكن هذا هو المعنى ديالها، هو ما ديرش حوايج اللي غادي يجعلك تخسر بنادم، وما تبقاش تعاود حياتك الشخصية لعباد الله، لأن غادي يجي واحد النهار وغادي يستعملوا داك الحياة الشخصية ديالك ضدك أخاي. دير الخدمة ديالك، احترم راسك، الناس غادي يحترموك وما تشكم حتى شي حاجة. هاد المواصفات الخوت اللي كنقول لكم إلا طبقتوها غادي توليو أشخاص مهمين في الخدمة ديالكم، وأشخاص اللي الشركة ما تبغيش تفرط فيهم. وإلا لقيتي شي فرصة وحدة أخرى أحسن من داك الفرصة اللي عندك ديك الساعة في الخدمة ديالك، علاش لا؟ سير ليها، بقا تنقز من هنا لهنا، ودائما فاش تنقز من شركة الأخرى غادي تطلع في المرتبة، وهكذا غادي تولي كتخلص أكثر بكثير من داكشي اللي كتشدو حاليا. تعاشر مع ناس اللي واصلين مزيان في الميادين ديالهم، وهادشي اللي كيديروا الناس الشداد. بالنسبة للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با أمازون، ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا ليه كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعة إن شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق أخرى ديال الدفع، اتصلوا بينا إن شاء الله وقولوا لنا الطريقة المفضلة ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبة للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با أمازون من أ حتى لزد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با أمازون، هنا غنخلي لكم لين تحت إن شاء الله. واللي بغى هدية ديال 200 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم لين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا السيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم لين حتى هو لتحت. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ديروا واحد اللايك، بارطاجيو مع خوتكم، اشتركوا في القناة، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، ونشوفكم فيديو جاي إن شاء الله.